نعم زميلي حسن، تحية لك مرة أخرى ولضيفيك الكريمين. مثل ما شاهدنا منتخبنا الوطني حقق فوز كبير على ظهير اليمن، وبذلك ضمن صدارة المجموعة وتأهل الدور نصف النهائي. الحديث أكثر عن مباراة منتخبنا الوطني أمام اليمن، ينضم معي لاعب المنتخب اليمني أحمد السروري. كابتن أكيد هارتك الخسارة، ويا رب التوفيق في المباريات المقبلة، وأكيد دموعك غالية علينا. منتخب اليمن قدم مستوى كبير ومباريات كبيرة، وكرة القدم بالأول والأخير فوز وخسارة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمباراة، مبروك للمنتخب العراقي، يستاهل المباراة. بالنسبة لمنتخب الجماهير، هارد لك. كانت مباراة بالشوط الأول كان الأفضل المنتخب اليمني، وما استغنينا عن الفرص، ولكن الحمد لله. ولكن نتمنى من الجماهير اليمنية المسامحة منا، وهذه كبداية المفروض الاتحاد اليمني ولا إنهم يبدأوا يشتغلوا على المنتخب اليمني، ولا إذا لم يستفيد منا أي حاجة. سبب مباريات ودية، لم نلعب مباريات ودية ضد منتخبات، كلها مباريات ضد أندية، المفروض نحن نلعب ضد منتخبات قوية. لكن نتمنى إن شاء الله أن يستمر التطور. نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. إن شاء الله.